إذن وبمناسبة هذه الذكرى الغالية والعطرة، أجرى التلفزيون المصري عدة لقاءات مع عدد من الخبراء العسكريين والكتاب الصحفيين لإلقاء المزيد من الضوء حول تضحيات أبطال قواتنا المسلحة لاستعادة الأرض والحفاظ على استتباب الأمن بها، فضلا عن جهود التنمية والتعمير التي تشهدها سيناء في مختلف المجالات. نتابع. في 25 أبريل عام 1982 رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوبها، يوم تاريخي توج معركة الحرب والسلام وجسد تمسك المصريين بالأرض. هي لحظة لا تنسى من ذاكرة المصريين، امتزجت فيها إرادة الجندي المقاتل المنتصر مع عبقرية الدبلوماسية المصرية الفريدة. رفع العلم وعادت الروح من جديد لهذا الوطن. سيناء أرض الفيروز ومهبط الرسالات، هي مصر الصغرى التي تمثل عبقرية المكان وجلال المكانة. كيف وصل الإنسان المصري إلى هذا اليوم الفارق في تاريخ الدولة المصرية 25 أبريل 1982؟ إيه اللي وصلنا لهذا التاريخ؟ إن سيناء راحت مننا في 5 يونيو 67، وما راحت اكتشفنا إن الأمر تم تحت علم وبصر كل العالم. اللي انضحك عليهم بس العرب والمصريين، هم اللي انضحك عليهم، وسينا اتسرقت. وسينا ما كانتش النهايه، سينا كانت البدايه. فالامر كان تحت سمع وبصر الجميع. ادركت مصر هذا، انها داخله المعركه القادمه منفرده مع اخوانها العرب فقط. عشان كده كان الترتيب ان ما نقدرش نحارب اسرائيل اللي الدنيا بتسلحها، كل واحد بيسلحها بطريقه عشان تكون اقوى مما يحيطوا بها. هنا كان القرار اللي أخده القائد الأعلى للقوات المسلحة وأمر به القوات المسلحة المصرية، عدوا شرق القناة، خدوا شبر من الأرض، ما ترجعوش منه، ومصر تحل المشكلة. التنمية في سيناء كيف يراها سيادة اللواء ناجي شهود؟ أنا محتاج من الجيل ده اللي عاصر هذه المشاكل وعاصر أزمات 2011 حتى هذا اليوم، يحط لي خريطة شكل مصر كمان 100 سنة و200 سنة. شكل مصر سكانياً عادتهم هيودى ايه؟ اقتصاديا، زراعيا، صناعيا، كل ما يخطر على بالك، الامن في مصر هيكون شكله ايه؟ احط الخريطه دي، وبما ان هي خريطه عاقله منطقيه تقبلها كل العقول، يبقى الاجيال اللي جايه ورانا هتنفذ وتسعى لتطبيق هذا الخط. إذا أردت من حضرتك سيادة اللواء نصر سالم أن تضع لنا منشط أو عنوان أو بعض الكلمات المحددة حول حرب الإرهاب ودور الجيش المصري والقوات المسلحة في دحر الإرهاب والانتصار عليه، الحمد لله رب إحنا الفترة الأخيرة شهدنا تقلص شديد جدا وتراجع في العمليات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء. استطاعت قواتنا المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية مع أبناء سيناء من دحر هذا الإرهاب وتطهير سيناء، والآن سيناء أرض الأمن والأمان تنمو وتزدهر، وإن شاء الله لن يكون هناك فصل بين سيناء وبين الأرض مصر الأرض الأم. صحيح. لن يكون هناك أي مطمع في سيناء، لأن باختصار سيناء هي درع مصر الشرقي. صحيح. الذي أهداه الله لمصر لتكون درعا شرقيا يحميها من كل الغزوات وكل الاعتداءات من هذا الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي. سيناء أرض الفيروز وبوابة مصر الشرقية،
قصة أرض شهدت ملحمة تاريخية لاستعادتها، اليوم تشهد معركة جديدة للبناء والتنمية. قدر سيناء إنها يبقى زي ما كانت ملحمة بطولات في 73 وملحمة أيضا للسلام، إنها يبقى في مكافحة إرهاب على أرض سيناء، وأنا مش بقول على أرض سيناء كلها، الجزء اللي هو شرق العريش قرب خط حدود مع غزة. وكان الحقيقة مكافحة الإرهاب من العمليات الصعبة. ليه؟ لأن الإرهاب بيختفي داخل المدنيين، بيتخذ منهم دروع بشرية. وفي دول الحقيقة وهي بتكافح الإرهاب يعني هدت مدن وقرى، وهذا النموذج الحقيقة كان نموذج مصري محترف للقوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الشرطة المصرية والمدنيين أيضا. وكان الحقيقة تم مراعاة البعد القانوني والبعد الإنساني في مكافحة الإرهاب، والبعدين دول في منتهى الصعوبة لأي قوات مسلحة إنها ترعاهم وتحطهم قصاد عينيها أثناء هذه العمليات. لكن كان نموذج مشرف ومحترف أيضا، زي ما كان نموذج مشرف ومحترف في 73، وقدرنا نحرر سيناء كلها وأيضا نكافح الإرهاب على كامل أرض الدولة المصرية، ونصل إلى شكل قوي جدا من الأمن اللي العالم كله شهد به. في 25 من أبريل من كل عام تتجدد ذكرى تحرير سيناء في قلوبنا، وتتجدد معها ذكريات النصر والتضحية والبطولة والفداء. إنه اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، وبعد ملحمة عسكرية ودبلوماسية انحنى لها الجميع وشهد لها التاريخ. الحقيقه انه الزراعه التجاره الصناعه بقى في مجتمعات قابله للبقاء والاتساع، وفكره ان سيناء ما تبقاش فارغه استدامه، يعني كانها مشروعات تنمويه مستديمه، لانه يعني لما يبقى في زراعه وتجاره وصناعه بتخلق مجتمعات مستقره، مجتمعات قابله انها تتسع وتتوسع ويبقى عندها انشطه مستمره. لانه فكره انه يبقى في منتجع او يبقى في مكان سياحه كل ده كويس، لكن الحقيقه وجود مجتمعات كامله ده من ناحيه الامن القومي، ومن ناحيه كمان التشغيل والمجتمعات تبقى قادره على انها تستوعب مواطنين اكتر. احنا بنتكلم على 5-6-10 مليون ممكن يبقوا في سيناء خلال سنوات بناء على ما حدث، يبقى عندك اكبر محطات تحليه مياه، عندك كمان استغلال السدود للسيول، عندنا نقل الميه واعاده تشغيلها، عندنا مشروعات قادره على انها تستوعب، يبقى في 400,000 أو 500,000 فدان. احنا بنتكلم كل ده هيخلق قد ايه فرص عمل، ده كله للمواطن السيناوي في النهايه. صحيح. اللي هو بيجد فرص عمل ويجد قدره على انه مجتمعاته دي تكون قابله للتوسع والبقاء والاستقرار، وده في حد ذاته بيبقى جزء من السياق العام الاجتماعي. نسترجع هذه الذكرى المجيدة التي تمثل منبعا لا ينضب، تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء. إن مصر قادرة على الحفاظ على مكتسبات السلام، السعي للتقدم وللزهر.
سيظل هذا اليوم عيدا لكل المصريين وتخليدا لذكرى النصر والسلام القائم على الحق.